على حسب احنا بنتعامل مع مين، تربيتها وفكرها، البيئة اللي هي تربت فيها كمان بتختلف، هي اللي بتشكل تفكيرها. صعب في معظم الأحيان عشان هما بيبقوش فاهمين هما عايزين ايه بالظبط، يعني هما ما فيش قرار ثابت هما عايزينه. الستات ليها يعني معاملة خاصة، يعني الإنسان اللي عنده وعي من خلال الخبرات أو وعي من خلال القراءات يقدر إن هو يعامل الستات بشكل كويس، يعني عن طريق مثلا معرفة احتياجاتهم النفسية واحتياجاتهم الشكلية وهم بيحبوا إيه وبيكرهوا إيه. أكيد طبعا بعرف أفهمهم لو حد قريب مني، مثلا إذا كان خطيبتي مثلا والدتي كده كده مثلا، ممكن التعامل بالنسبة لي معهم بيبقى سهل جدا، إنما لو حد مثلا غريب بيبقى صعب. اللي هو المود بتاعها بيتغير كل شويه، تبقى صعب ان انت تتعامل معاها وصعب ان انت تفهم هي عايزه ايه. ممكن بيفكروا في حاجات وهميه ملاش اصلا وجود، ما بتحصلش، لانها بتمشي ورا العاطفه، يعني الراجل بيمشي ورا، يعني بيبقى في دماغه حاجات معينه بيعرف يتعامل عليها، لكن هي بتمشي ورا العاطفه ورا قلبها، يعني ما بتحكمش عقلها في المواضيع عامه. الست هيبقى، مش عايزة اقول كده قدام الناس، بس الست هيبقى في ما بينهم نفسية كده، شايفة فاهمة؟ مش بستلطف التعامل معهم قوي، يعني بحس ان هم شوية، يعني مش كل واحد بيفهمك بنفس الطريقة اللي هي في دماغك. هو الست بتفهم الست والراجل بيفهم الراجل عامة، يعني التعامل مع ستات طالما انا ست يعني بيبقى اسهل طبعا. هي عايزة اللي يفهمها بالراحة وواحدة واحدة، لا الرجالة عايزينهم زي ما هم بيعملوا، عايزة اللي قدامهم يعمل زيهم، كل حاجة بتبقى اوامر. انا محتاجه والله من شريك حياتي الدعم، الاهتمام، المسانده، المشاركه الحياتيه. هو اهم حاجه انه يبقى فاهمني وانا مرتاحه في العلاقه نفسها، يعني اهم حاجه بالنسبه لي الراحه في، يعني في التعامل، في اللغه بينا يبقى في لغه حوار، عارفين نتكلم مع بعض. انا ببقى محتاجه من الشخص اللي هيبقى معايا ده ان هو يكون شخص متفاهم، يعني يكون فلكسبل كده، هو هيسمع كلامي وانا يعني يبقى في نقاش، في مجال للنقاش عامه. بحتاج من شريك حياتي ان هو يبقى فيه اهتمام قبل الحب بكتير، يعني مش مهم انك تحبني، المهم ان انت تهتم بيا، تخلي بالك مني، الاحتياجات تبقى موجوده، مش هاجي على شخصيته طبعا ولا اني اهمله او كده، بس يبقى الموضوع متبادل، يعاملني بطريقه حلوه بطريقه لذيذه، يحترمني كويس جدا، يكون في فهم ما بيننا، يبقى عارف هو ايه اللي يرضيني وايه اللي بيزعلني وما يعملش حاجات كتير تزعلني، عشان احنا طبعنا يعني كيوت جدا.